ما بيجوز لبشر مسلم يبقى قوس. طبعا حرام عديل، لانه ديل اجرم ناس. ترابي ده بيسب الانبياء. تقول ليه ما بنسب الدين؟ ترابي قال انا في محاضره شنبات، قال انا اعلم من محمد، ونقل عنه الكوز الثاني جعفر شيخ ادريس في كتابه الرد على الترابي، ده كوز وده كوز، الناقل والمنقول عنه، ضعف الطالب والمطلوب. قال انا اعلم من محمد ذاته صلى الله عليه وسلم. قام واحد فوق زعل، قال لا انا اتكلم الفرنسي ومحمد لا يعرف الفرنسي، وضحك وجماعه ضحكوا وتخارجوا. حرام زول يبقى مع الكيزان ديل اطلاقا، حرام والله، لانه ده حزب، حزب كله وسخ. وانا بعرف الكيزان والاخوان المسلمين بانه مزبله البدع والمنكرات والشركيات، مزبله زباله، قمامه بترمي في اي بدعه، اي شرك، اي كفر، اي نفاق، اي كذب، اي نصب، اي احتيال، اي سرقه، ترميها جوا الزباله بتاعت الكيزان دي. زي ما هم عرفوا الكوزنه قالوا وعاء جامع، فهو زباله جامعه لكل الاوساخ والمنكرات، ما بيجوز تنضم اليوم، لانه في ناس بينضموا لهم وعارفين اجرامهم عشان ياكلوا، عشان ياكلوا، وده حرام والله عليكم. واعلموا ان اللي بتاكلوا ده هي اموال غلابه، هو اموال مساكين واموال شعب غلبان، وربنا عز وجل بيسالكم عنا يوم القيامه، وعذاب ذلك وعقاب اكل اموال الناس بالباطل دخول النار، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.